علاقة الأخ والأخت كيف ممكن واحد يتصرف مع خاصة الأهل، أوقات بيكونوا مش عارفين كيف ممكن يجمعوهم مع بعضهم، قديش ممكن يلعبوا سوا، قديش ممكن يتخانقوا مع بعضهم، أمور كتير رح تخبرنا عنهم اليوم مايا بولادي بالدنيا. مايا صباح الخير. صباح الخير ويا دعاد عليك. نعاد عليك يا غيدة، نعاد على كل المشاهدين اللي عم يحضرونا. طعميكي شوكولا هلا ولا بعدين؟ باخذها هلا وباكلها بعدين. اثنين مشان البنات. عافاكي. وحده لسوفيا وحده لاستيل، ولا المشكل بيوقع. لانه استيل احسن، استيل على عرضنا مشان ما تزعل استيل. هي امبارح كنت عم بحضر تنخبرك انت والمشاهدين، عم فتش بالدفديات بالبيت، واذ بيطلع عندها شيء مكتوب عليه انه تهنئه لولاده استيل وقتها خلقت بنتها الكبيره اللي صار عمرها اليوم 6 سنين، واذ بتطلع لي غدغود يا حبيبتي عم بتهنينا باستيل وعم باسمها وحضرتها اياها، هلا كبرت صارت تعرف والى اخره، شو انبسطت فيها عن جد. يعني هيدي من 6 سنين شفتي بالضبط، يعني شو كان عمري يعني شي 15 ايه 14 بعد شي 12 13. اكيد ان شاء الله بيتربوا بعزك منيتهم وشهادهم، ان شاء الله بينعاد عليكم اكيد، ومنضل منعيدهم سنه بعد سنه بعالم الصباح. اليوم فاذا قلنا قصه الاخ والاخت، لانه بنعرف قديش الاهل اوقات بيستصعبوا وما بيعرفوا كيف بدهم يعاملوا الخي الاخت، واوقات بيقولوا كيف بدنا نجمعهم، كيف بدنا نحاول نخفف من مشاكلهم، فقديش رح تجرب تعطيهم نصائح اليوم لحتى يتفادوا كل هالامور. بالضبط، خاصه هيك بمجتمعاتنا غيدة، اسئله هيك اوقات بيسالونا اياها الاهل. بتعرفي لما الخي والاخت بيوصلوا شوي لاعمار المراهقه كثير بنسال اسئله، انه معليه اذا غيرت ثيابها قدام خيا، معليه اذا ضلوا يناموا بنفس الغرفه، يعني أسئلة أكيد رح نجرب نجاوب عليها اليوم. بس أول شيء بدي أقول لكل المشاهدين أنه هالأمور كلها اللي عم بحكي عنها هيدي كمان بتصير بحسب التقاليد داخل العائلة. نحن بنعرف أنه كل عائلة لها تقاليدها، يعني حتى الدين هون ما له كتير دور كبير بيلعبه، لأنه فعلا أنا من اللي بشوفه أنه حسب تقاليد كل عائلة. بس طبعا رح نجرب نوضح من أعمار صغيرة وصولا للمراهقة كيف لازم نتصرف. هلا أول شيء تعال نحكي شوي عن الأعمار الصغيرة، يلي هي بتعرفي لما بيكون في خي وأخت، يعني الأخت معرضة أنه تنضرب من الخي. يعني بتعرفي أنه الصبي غير شيء، الصبي بيلعب بالبوكس، بيلعب ألعاب صبيانية شوي، فنحن بنشوف أنه بأعمار معينة يلي هي تقريبا بيتمرن بأخته، بصير هي كيس البوكس تبعها، كيس البوكس عفاكي، يلي هي مش ضروري تكون باعمار كتير كتير صغيره، يعني باعمار تقريبا ممكن تكون باعمار صغيره، بالعكس ممكن يستقوا على بعضهم ان كانوا صبي او بنت. بس تقريبا بال7 سنين بال8 سنين بنشوف اكثر انه بصير بده يعمل مثل رجال البيت عليها اذا بديك، انه بصير بده ولا انه يشوف انه هو اللي بيقرر، هو مثل كانه مسؤول عنا، هو خيا، خاصه اذا كان خيا الكبير. وهذا الشيء بيلعب دور كتير أساسي في البي داخل العائلة، لأنه البي اللي بيكون هو عنده هالتسلط وهالقوة، وهو يعني بيفرجي أنه هو فعلا الرجل بالبيت بكل معنى الكلمة، يلي يمكن بحق له بعض الأمور يلي ما بتحق لزوجته، بياخد هالصورة للصبي. أوقات البي بيشجعه للصبي أنه خيك هيدا، أو الأم أوقات مثلا أنه قومي مثلا عملي له ساندويش لخيك، قومي جيبي له كباية مي لخيك، لأنه هو الصبي اللي بالبيت. هيدا كله بيقوي، هيدا كله بقويه على اخته، وهيدا كله انا برايي مرفوض. يعني نفس الرولز، نفس المبادئ والقواعد بدهم يكونوا ماشيين على 2. هلا كل المواضيع الدقيقه الثانيه يلي هي مثل ما قلنا تغيير الملابس يمكن قدام بعضهم، وكل هالقضايا اكيد رح نحكي عنها، والنوم بذات الغرفه. بس قبل خلينا نشوف غيدا نحن فوكس بوب، يعني اراء المشاهدين هيك الناس اللي اخذناها شوي، وبنرجع بنحكي يلا. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip. بالنسبة للأخ والأخت ما بيصير بيناموا مع بعض داخل الأوضة واحدة، ما بيأثر حسب ما بتربي بالبيت. ليش شو فيها؟ هلا إذا إجا واحد وعنده بيته صغير أوضتين شو بده يعمل؟ يعني أخ وشباب أكيد إذا بحبوا بعض بيناموا نفس الأوضة. لا مش معقول يعني. طبعا بيقدر يناموا، بس يعني مثل ما بقول المثل، إذا بيجتمعوا اثنين شاب وبنت وزع بكون الشيطان بيناتهم. بالنهاية بضلهم
شاب ومرأة. على كل الجهات مش ضابطة، هو شاب وهي بنت، بس يكبر وبكون كل واحد عنده خصوصيته وكل واحد عنده رفقاته. طبعا المراقبة لازم تكون من كل الأعمار يعني. بالأخص هلأ هالمجتمع اللي نحن فيه أكيد لأيوم ما تكون 10 على 20. بدك تقوم من السلال وتشوفهم تطلع عليهم، لأنه إذا بيتك صغير عبقلك إذا وضعك صغير شو بتحط وين بتحطهم يعني؟ لأنه صغار مش مشكلة، بس بلشوا يوعوا، المفروض كل واحد ينام بأوضة لحاله. ما بتعرف الولد شو بيتخيل له يعني، شو بيجي على باله. ما هذا الأمر خلص يعني، كل العالم بتعرف شيء وما بدها حكي، نحن على التي في يعني ما بيسوى نحكي هيدا الحكي. لأنه إذا بركي الشاب ما إنه في شذوذ أو ما بعرف. مرات مش المشكلة إنه الخي ينام بنفس الأوضة مع أخته، المشكلة حتى يمكن البي ينام مع أخته بنفس مع بنته بنفس الأوضة. بنات لحال، صبيان لحال. ومايا شو بتقول؟ أنت شو بتقولي؟ أنا بقول أكيد مثل ما قالوا يعني لعمر معين بيضلوا مرتاحين الأخت والخي، خاصة إذا كان مثلا ما في أكثر من أوضة يعني تانية. وبالعكس واحد إذا هني ربوا أولادهم مزبوط يعني فيهم يقعدوا مع بعضهم يعني مش مشكلة، لأنه بنعرف قديش العلاقة بين الخي والأخت بتكون، أنا بلاقيها بتكون علاقة عن جد، بتكون علاقة بريئة يعني، ما بيكون واحد عم يفكر بالتاني بطريقة يعني فيها تفكير هيك غريب أو مزبوط. مش مثل ما قال مجتمع. لا أكيد لا أكيد لا. يعني ولد وبنت إذا بدنا نقول هيك ساعتها يمكن إذا عم يلعبوا بنفس الأوضة شي ربع ساعة، ولا نحن بدنا نصير نخاف إنه شو بده يصير بيناتهم يعني. أكيد هيدا مش حكي أكيد. إيه يعني هلأ أنا بلاقي هلأ أكيد إذا عندهم أكثر من أوضة حلو يكون كل وحدة عندها يعني كل شخص منهم عنده استقلاليته. البنت بتحب تعملها لأوضتها بطريقة مختلفة، كيف أكيد. بتزينها، كيف بتعلق عليها صور، هو بيكون كمان بده يستقبل اصحابه وهيك، هون اللي بتلعب دور اساسي. ومثل ما عم بتقولي غيدا باعمار شوي متقدمه يعني. اول شيء بدنا نوضحه انه اكيد بيقدروا يناموا بنفس الغرفه. هيدا الجواب اكيد ايه. ما في اي ضرر من هيدا الموضوع ابدا، طالما نحن مربينهم على مبادئ معينه، طالما نحن مفهمينهم شو شو يعني خي واخت. يعني هيدا الشيء اصلا مش كتير مضطره انه انا فهمه للصبي انه هيدا اختك، لانه اذا انا ببيت عايشة حياة عائلية خلص أنا عم عزز روح الأخوة بيناتهم، هالشي عفويا لح بينمى معهم ولح بيتطور معهم أنه هيدي أختي. وبالتالي أنا إذا عمري كشاب مثلا 17 سنة 16 سنة وأنا يمكن بسمح لنفسي أنه بوس صديقة لإلي أو يكون عندي تصرفات معينة مع صديقة لإلي، هالتصرفات ما بتصح مع أختي. هيدي الأمور رح يعرفها لوحده بطبيعة الحال. صح. إذا البيت مجهز وتربويا أنه هو يعرفها لوحده أكيد. هلأ ما في شك أنه بدي أقسم الموضوع قسمين، يعني أنا وقت عم بحكي عن أعمار صغيرة، خلينا أخذ مثلا غرفة نوم فيها حمام تابع لإلها. أنا إذا عم بحكي عن أعمار شوي صغيرة يعني عم بحكي عن ما قبل 12 سنة. ما قبل 12 سنة. أوكي. إذا عم نحكي عن عمر مثلا البنت بعد ما بلغت فيه. أوكي. فعلا بعد ما أجيت الدورة الشهرية. بالنسبة لها ماشي الحال، بس بعدين نحن اللي بدنا نقوله اليوم مش إنه نحن عم نعطي هالنصايح لأنه لا ما بيسوى بركي صار شيء بينه وبينها، هيدا شيء مرفوض نفكر فيه. صح. نهائيا، إلا بالعائلات اللي فيها حالات هيك، هي حالات خاصة وهي عائلات موجودة. هلا ليه أنا عم أقول أفضل إنه بعدين وقتها بيصير في سن البلوغ، وقتها بيصير في الدورة الشهرية، وقتها ببلش هيك عمر الإبيلاسيون يعني نزع الشعر بالجسم عند البنت وإلى آخره، لأنه هون البنت بحاجة لبرايفسي. بس هيدا هو السبب، بحاجة لخصوصية. صح. بس هيدا هو السبب إنه هي بتحس يمكن بالتلبك أو مش كتير مرتاحة إذا ولا هي عندها كل هالقضايا بغرفة واحدة هي وخيا. وبنعرف بسن المراهقة بتحب كتير تغير تياب، بتحب كتير تتفرج على حالها على المراية، هلأ نصحانة هلأ ضعفانة، يمكن هي بالأندروير بتياب الداخلية بتحب تشوف حالها بالمراية. فهولي كلهم حفاظا على خصوصيتها أكيد أفضل أنه تقريبا ابتداء من 11-12 سنة يكونوا بغرفتين منفصلين، بس حفاظا على خصوصيتها ومش أبعد من هيك أبدا. صحيح. أما أنه يغيروا تيابهم بحضور بعضهم، يمكن هلأ المشاهدين يقولوا يلك مايا شو open minded. لا أنا بحكي الأمور واقعيا بطريقة موضوعية مثل ما هي. هذا الشيء بيعود للتقاليد داخل العيلة. أنا بعرف أشخاص وصلوا لأعمار ال 14 وال 15 سنة وبعضهم بغيروا تيابهم بحضور بعضهم، وحتى ما بي يعني ما بيشوفوا بعضهم، ما بيطلعوا ببعضهم آخر همهم. وبعرف عيال تانية فيها
نوع من التحفظ. يعني على القليل بضلهم نحن... ملابسهم داخلية. لا أكيد أكيد أكيد. أكيد على القليل. لا أكيد أكيد في ليميت أكيد. هلا كتير مهم نقول غيدة أنه من أعمار صغيرة في أشياء لازم نعملها. يعني وقتها بيكونوا السبة مثلا لح أعطي إكزامبل، لما عندك سبة عمره 8 سنين ولما عندك بنت عمرها 6 سنين، اللي قلتي كتير مهم أنه أكيد مش المفروض يكونوا بتيابهم داخلية إذا تغيير التياب قدام بعضهم، هيدا شيء مؤكد يعني معروف. هلا أكيد أفضل وأنا بنصح أنه لنطور أنوثة البنت من ناحية أنه الخصوصية على جسمها، الحفاظ على جسمها، تفرق أنه في أمور أنا فيني فرجيها لخيي لأن خيي من جنس مختلف اللي هو صبي وفي أمور لا. أكيد منبلش أنه فتنا على التواليت، لا مامي ليش فاتحة الباب؟ انت هلا بالتويلت بدك تسكر الباب، لو هو خيك مش مفروض يتفرج عليك، مش مفروض جاي لعنده صاحبه من المدرسه يمرق من باب التواليت ولا هو يمرق يشوفك، هيدا جسمك مش لازم حدا يشوفه. صح. والصبي نفس الشيء بالعائله بده يكون في خصوصيه انه انت فت على التويلت ابتداء من عمر تقريبا 5-6 سنين كمان بدك تسكر الباب وراك او بدك ترد الباب. هلا اكيد سنتين ثلاثه اكيد لا بعدهم كثير صغار، بس انا بقول بين الخمسة والستة لازم نبلش بهالاشياء لانه مهم يكون في حدود كمان. الحدود كتير مهمة، الحدود مهمة انه اذا شفنا اوقات على سبيل الاكتشاف اوقات من خلال اخته بده يكتشف يمكن بعض الامور فممكن يلمسها، ممكن يكون عنده طلب منا انه فرجينا مثلا يقول له هيدا شيء مرفوض، بدنا نفسر له انه هيدا اختك حتى من باب الاحرية 100%. صحيح. وحتى مع صديقتك هيدا الموضوع مرفوض. كل واحد عنده جسمه بس هو بيشوف جسمه. ايه؟ بعد في كتير اشياء بدنا نحكيها غيدة، اعطينا لمحة هيك سريعة كتير. شو رأيك نكمل الجمعة بموضوعنا؟ اكيد بنكمل هيدا نهار الجمعة بموضوعنا لأن عن جد بعد في كتير اشياء اولى والتاني موضوع جديد. موضوع جديد اكيد مايا، شكرا لك. انا رح اذكر ارجع المشاهدين انه نحن ابتدينا مع بداية هالشهر انه رح نعمل حملات توعية كل الشهر، هالشهر مخصصينه للساينز اللي بالطريق او لاشارات السير لحتى عن جد كل واحد منا يعرف كل اشاره شو بتعني. اليوم الستوب رح تكون معنا، رح نقول ستوب اوكي لكل الاشخاص لما بيشوفوها يوقفوا كليا، ما تضلها ماشي سياره او ما يلتزموا فيها لحتى نتفادى حوادث السير، لانه للاسف كثير من الاشخاص ما بيعرفوا معاني اشارات السير وبيجي اوقات دفتر السواقه لعندهم هوم ديليفري وما بيكونوا عملوا امتحانات سواقه للاسف. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، منكون مع رشه ملح ومن بعدها ناس وناس مع ميلاد، خليكن معنا.